تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وكذا توجيهات السيد وزير النقل، سوف يتم اليوم فتح خط جديد سيربط الجزائر بدولة جنوب إفريقيا، مما سيسمح لمستعملي شركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر العالم السفر وكذا نقل البضائع انطلاقا من كل محطاتنا إلى جنوب إفريقيا. كما أعلمكم أنه قد برمجت الرحلة التجارية الأولى ابتداء من 21 سبتمبر، وعليه فقد تعد هذه الخطوة الثانية من نوعها هذه السنة بعد فتح خط سان بيترسبورغ بروسيا، والثالثة من نوعها بعد فتح الخط الرابط بقطر بالدوحة، وذلك منذ دخول حيز التنفيذ للاستراتيجية الجديدة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. هذا الخط الجوي الجديد يأتي تتويجا لمجهودات كبيرة تم بذلها لدخول حيز الخدمة، وسيساهم في تعزيز علاقة التعاون بين الجزائر والجنوب إفريقيا لا سيما في شقه الاقتصادي، حيث يعتبر إضافة نوعية وهامة لمسار تطوير مخطط النقل الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وانفتاح الجزائر نحو الدول الإفريقية، وهذا تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسم احتفالية جائزة الوسام الشرفي للتصدير بتاريخ 11 جويلية 2023. أغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن الجزائر لن تدخر جهدا من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية مع كل المناطق العالم الصاعدة بما فيها استحداث وتكثيف الرحلات الجوية. لهذه الغاية ستتسم مرافقة القطاع المالية المجهودات المبذولة في سبيل تعزيز الأسطول الجوي الجزائري من خلال تسخير كل الإمكانيات والموارد المالية التي تم رصدها وتخصيصها لاقتناء واستئجار طائرات جديدة.